السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما في إطار محاربة الغش والغشاشين، اليوم راه عندنا موضوع شوية مهم وحساس. أنا تلاقيت بزوج حالات يعني في مؤخرا في الأسبوع هذا، الله غير راس يحبس. هذا سيكات بيكاسو تاع خونا جابونا عنده لي ديريتي دو كونفلام، صادير عنده جوانت كيلاس، خدموا قبل العيد، خدموا عند في ورشه وحده اخرى. المهم على اساس باللي المشكل راح، وعلى اساس باللي بدلوا له جوان كيلاس. صح، شوفوا معايا وحاولوا تركزوا. بون، هادو معروفين يتنحاو كيكون حد نحي لا كيلاس، هادو كاع يتنحاو. شوفوا الا كاينه حاجه تبين باللي الكاش هذا تنحى ولا تيوا تاع لي زانجيكتور. هذا ماشي عنده عام ولا قبل العيد، معناتها اقصى حد عنده 15 يوم. شوف وخلص عليه 4 ملايين ونص ولا شحال، وطفى التليفون وغلق الورشه وخلاص. حصل هذا لحقوا الفول، لا لحقوا الاخر تاعو باش يروح باش يطلع لفرنسا، باسكو هذا ايميغري الاربعه باش يطلع. تما دوكا راه حاصل دوكا. هادو لي ميكانيسيان اللي دايرين هكا، كيفاش راح دير معاهم في الحاله هذه؟ واش راح دير معاه؟ انا امون نافي لو كان يصرالي عفسه في طوموبيلتي هكا وما يخدمها ليش، نقدم شكوى مباشره، نقدم شكوى لانه سرقه، هذه سرقه. بالمقابل تسيب واحد يخدم بالنيه ويخدم مليح ويخدم باحترافيه، يجي واحد مقطع ياكل له حقه. نحكي لكم على ياريس اللي كنت مريفيزيها غير كيما قبل العيد، ريفيزيتها وتفهمت مع مولاها على الثمن تاع الخدمه تاعي. انا نهضر على الخدمه تاعي بما اني انا ميكانيسي، نهضر على خدمتي انا، ما على باليش كي راح نفتح الموتور واش راح نصيب لا بيس. الحصول تفهمت معاه وقبل، وقلت له نضمن لك باللي ما عندك فويته عمى، ما عندك فويته تاع 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 الزيت، ما عندك والو. المهم الموتور يدور شعره، بالفعل الموتور يدور ساعه. البلوك انا ديته للتورنر وخلص عليا 1250، معناتها 12500 دينار دخلها لي في الخدمه اللي هدرت له عليها في الاول. قلت انا ميكانيسيان نهدر على روحي، وهذاك التورنر تخلصه انت لانه داخل مع لابياس وداخل انت تخلصه. المهم ما خلصنيش، وكلت عليه ربي ونتقاصو يوم القيامه، نقتص منك لانك انت سارق من الاخر، انت سارق. والفيديو هذا راح ننشره وماني مبلوكيك، والتليفون تاعك راه شاعل، وراني هنا في الورشه والورشه راهي مفتوحه. واللي عنده شي حاجه عندي مرحبا به، واللي سالني حاجه مرحبا به. المهم باش تفهموا بك وباش ديروا حسابكم، انسان كي تشوفوا يخدم مليح ويتقن لك خدمتك اعطي له حقه، اعطي له الاجره تاعو، ما تاكلوش عرقه. هذا واش كاين، وردوا بالكم برك، ما خطر راني شفت زوج حالات في ال 15 يوم التاليه هذه، والله غير الله المستعان، الله المستعان. كاين حاله واحده اخرى بعد نهضروا عليها ان شاء الله، ربي يوفق ان شاء الله. والسلام عليكم.